السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تسكرت الأبواب في وجهك فعليك بالدعاء. ونصيحتي لك إنك ما تنتظر لين تحل عليك المصيبة، لا، ادع من الحين ما دمت في رغد، فاسأل الله العفو والعافية وألح عليه دائما بالدعاء. ميزة الدعاء إنه أولا يقربك من الله، ثانيا يحقق لك مطلوبك، ثالثا يشرح قلبك. أصلا هذه عجوز عندها ولد أقشر وداشر في نفس الوقت ومزعج وواحد يعني ما يطمن. الولد ما هنا صلاة وما هنا صلاح، نسأل الله السلامة والعافية. ليش نبي المغري يفتله وعيون تلوقط تسنها عيون زريطي؟ الزريطي طير من الطيور الجارحة. عادة الطيور الجارحة سبحان الله العظيم من عيونها تروع، نظرة عيونها مريبة. هذا الولد جت له بعثة وارتاعت أمه وجته قالت يا ولدي أنت بتسافر لديار الكفار؟ قال إيه يمه. قالت وشلون إذا أنت في ديرتنا في ديرة الإسلام هذا فعلك، وش بتسوي عندهم؟ قالت أمه تثنيه يمين يسار، رفض تماما وقرر إنه يروح وزبط أموره وشال القشة وغادر. الولد ما صدق في رأس 60 خطة وناون يفلها على ما قالوا. العجيز انكسرت وضاق صدرها وقالت ما بهلا الدعاء. صارت تدعي له ليل نهار، قاعده قايمه وتحرى اوقات الاجابه. يا الله انك تصلح، يا الله انك توفق، يا الله انك تحفظه، ليل نهار. بعد يجي 4 سنين رجع الولد للديره وكانت صدمه لامه. ولد رجع من امريكا لحته لهنا وملتزم من يوم يذنه في المسجد ويذكر بالله ويقوم إخوانه للصلاة، سبحان الهادي لا إله إلا الله. راح داشر ورجع داعية، ولا قبل كان عند أمه، لكن شوفوا إصرار أمه بالدعاء وإلحاحها على الله. استودعوا الله أنفسكم وأولادكم، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد أن الله إذا استودع شيئا حفظه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.